خامسا أهل بيت النبوة والرسول الأمين عليهم الصلاة والتسليم. فيها أليف وباء وجيم إلى آخره. أليف البكري قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: والذي نفسي بيده لتفرقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، أو جملة استئنافية، كلها كل الفرق في النار إلا فرقة. لتفرقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة، أو قلنا جملة جديدة: كلها في النار إلا فرقة. ولا زال الكلام لأمير المؤمنين عليه السلام. قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهذه التي تنجو من هذه الأمة، كما في البحار وتفسير العياشي. باء أيضا في البحار ومجمع البيان. قال الربيع بن أنس: قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم. إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم. ثم نقل الربيع رواية العياشي، ثم قال العياشي: وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: نحن هم. جيم عن جعفر الصادق رضي الله عنه وعليه السلام في معنى قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال عليه السلام هذه الآية لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في الحافظ الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل في كتاب فهم القرآن، أو تحت عنوان فهم القرآن. دال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإيمان، وليا من أهل بيتي موكلا به يذب عنه، ينطق بإلهام من الله، ويعلن الحق وينوله، ويرد كيد الكائدين، يعبر عن الضعفاء، فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله. إذن هذا نص. إذن يوجد إمام، يوجد ولي، لا يخلو كما بينا سابقا في التفاسير السابقة. لابد من وجود من يدعو إلى الحق. الآن هذا الذي يدعو إلى الحق يكون مشرد، يكون مطرد، يكون في سرداب، يكون في سجن، كما وضع ابن تيمية في السجن، وبعد مئات السنين جمعت كتب ونسبت إلى ابن تيمية، شكلت لجان وطبعت كتب باسم ابن تيمية ونسبت إلى ابن تيمية، وألصقت كل التناقضات به ابن تيمية. هذا الكلام في دال كان في الكافي جزء أول. ها، وروى الكليني في قوله عز وجل: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قالهم الأئمة صلوات الله عليهم، كما في الصافي بتفسير الميزان. واو قوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال الطوسي: أخبر الله تعالى أن من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إذن قال الطوسي: أخبر الله تعالى أن من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال ابن عباس والسدي، لا زال الكلام للطوسي، قال ابن عباس والسدي: قوم وراء الصين. قال أبو جعفر عليه السلام: هم قوم خلف الرمل، لم يغيروا ولم يبدلوا. هم قوم خلف الرمل لم يغيروا ولم يبدلوا. هذا قلنا في تفسير القرآن الشيخ الطوسي. أقول المتحصل مما سبق يتضح أن المهدي وأصحابه عليهم السلام من أوضح وأشرف مصاديق الأمة الهادية بالحق وبه تعدل، وهي الأمة التي تبقى على نهجها وسلوكها حتى نزول وظهور المسيح عيسى عليه السلام وإمامهم المهدي عليه السلام فيهم، فيصلي عيسى خلفه عليهما الصلاة والسلام.